زيد بن سيحون دمي في ايد حسن الصباح، يرخي الخيط زيد يقر انه صديق مقرب، يشد الخيط زيد بن سيحون عبد ذليل، حجر من احجار القلعه يطلع عليه حسن الصباح ويوصل للسما. صدقته يا برزق وميت، صدقته. خليك مصدقه لحد ما تشوف بعينك ازاي رقبتك بتطير وعينك جواها طايرة من فوق القلعة، وبتبص وتشوف وش حسن الصباح الباسم. انت خروف الصباح القادم يا صديقي. طلبتني يا والدي؟ اقعد. النهارده زيد بن سيحون اتقتل. عرفت؟ خاين وكافر، كنت بحبه وكان صديق المقرب، لكن حكم ربنا مفيش فوقه شيء، وقبله اصدرت حكم بقتل ابن الحسين اغلى الناس، عشان المؤمنين تعرف ان حسن الصباح لا قيمه لانسان عنده الا بالطاعه وبس. فاهم؟ فاهم. وهو ده مربط الفرس وسبب وجودنا في الحياه، ان الاقرب للايمان والطاعه هو بس الاقرب لينا، وكل المشاعر الانسانيه بتدفن تحت كرسي حسن الصباح. كرسي الملك؟ كرسي الحكم باراده الله. احنا مش ملوك، احنا حكام باراده الله، عباد ربنا استخلفها. حسن الصباح مش مجرد امير لقلعه ألاموت او امير للمؤمنين، حسن الصباح هو همزه الوصل بين الخالق وبين الخلق بعد مولانا الامام. وبما ان مولانا الامام مستتر، فحسن الصباح هو همزه الوصل الوحيده بين الخالق والخلق. بس دي مكانه كبيره جدا، صعب يوصل لها مخلوق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبما ان سنه الحياه بتقتضي في النهايه ان كل حي يموت، فمين للمؤمنين بعدي؟ انت. انا؟ تخيل. ولاني عهدت نفسي من الطفوله ان مفيش شيء اسمه مستحيل، ولو عايز حاجه في سابع سماء او سابع ارض هوصلها. فانا قررت ان اصنع منك وريس حسن الصباح. لكن انا شاب عادي مش زيك، ما عنديش نفس القدرات او الهيبه. انا هخليك فوق ما يتصور خيالك، هخليك نسخه طبق الاصل من حسن الصباح، لحد ما تصدق ان انت حسن الصباح. وبرزك اميد؟ خادم مخلص، ومخلص دي لحد دلوقتي. انما انت الهادي، الهادي ابن حسن الصباح. من الليلة هنصنع سوا إمام كبير يملك قلوب الناس. وأول مهمة يا هادي هتكون مهمة عائلية. أنا عايزك تروح لدنيا زاد وتقول لها إن أبوك عايز ينهي معاها الخلاف، وتسلمنا الجارية اللي عندها وطمنها. قول لها إن إحنا مش هنعمل حاجة للبنت، هنخليها في غرفة خاصة لحد ما حبيبها يجي ياخدها ويمشي بيها كمان من قلعة ألاموت. روح روح وهدعي لك. خايف؟ هي تخوف فعلا، لكن ما تخافش عدائها ليا أنا بس، إنما أنت هتعاملك كويس.